التضاريس الوعرة والإمكانيات البسيطة لم تمنع أصوات المقاومة في البيضاء من تلاوة أناشيد النصر. انتصارات متتالية حققتها المقاومة هناك، حيث تمكنت من السيطرة على 3 مواقع قرب سيلة عبل في منطقة الوهبية التابعة لمديرية السوادية، بالتزامن مع قصف لطائرات التحالف على مواقع وآليات الميليشيا في المنطقة. الحمد لله، بفضل الله ومنه، تم تطهير جميع المواقع اللي دخلوها في مديرية العبدية بالكامل، والآن دخلنا في أول مديريات محافظة البيضاء، وإن شاء الله نواصل المسيرة حتى تطهير محافظة البيضاء كامل. هذه المواجهات أتت بعد محاولة الميليشيا التسلل إلى مأرب عن طريق الخط الحدودي مع البيضاء التابع لمديرية السوادية، وهما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. وفي محاولة أخرى لتعويض الفشل الذي تتعرض له الميليشيا في مختلف الجبهات، عمدت الميليشيا إلى اختطاف بعض المواطنين من أبناء المحافظة بحجة ذهابهم إلى معسكرات مأرب والجوف. تستمر البيضاء في خلق تاريخها بمفردها دون الحاجة لأحد، فأبناؤها يسطرون أروع البطولات في سبيل نيل الحرية والتخلص من الميليشيا التي أوغلت قتلا وتنكيلا.